رمضانك بذوق مع سهى الوعل والدكتورة هيفاء بدري. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حلقة جديدة من رمضانك بذوق. في هذا البرنامج نحن نحاول أنه نضع بعض النقاط على بعض الحروف فيما يخص بعض المفاهيم اللي عندنا والسلوكيات والعادات اللي نتناقلها من رمضان لآخر، ونكون ممكن نصححها أو نغيرها شوية، نطورها ونحسنها. ولذلك ترافقنا بشكل يومي دكتورة هيفاء عبد الرحمن بادريق عشان نتناقش في هذه المواضيع، وهي مستشارة أسرية وتربوية ومدربة في فن الإتيكيت. دكتورة أهلا وسهلا فيك. يا هلا والله، راح الله بالي وبالك وبال جميع المستمعين يا رب. بدأنا بشكل فعلي إجازتنا كلنا، موظفين القطاع الخاص، موظفين القطاع الحكومي، من أيام بدأوا اليوم جاء وقت الراحة من بعد وقت طويل، خاصة نحن نعرف أنه في رمضان وحتى الفترة اللي قبل تكون فعليا ضغط عمل مرة، والأيام الأخيرة هذه اللي قبل الإجازة تكون ضغط مضاعف عشان حناخذ إجازة آخر أيام رمضان أول أيام العيد. فنبغى نتكلم عن إتيكيت الراحة، كيف أنا أرتاح فعلا هذه الكم يوم، أستغلها في أني أنا فعلا أسترخي وأتخلص من الضغوط وأرجع بعد الإجازة فريش أعتقد إحنا محتاجين راحة. أيوه. اليوم كمان وإحنا بنسجل أيوه. محتاجين الراحة. طبيعة الإنسان يتعب ويشتغل، لكن لأنه بشر يعني له قيمة يحتاج فعلا الراحة. لازم الإنسان ينتبه على نفسه في دي النقطة. أحيانا في ناس ما يعطوا نفسهم وقت كافي للراحة، حياتهم كلها جري، في شغل، في عمل، في ضغط، في من حبه لعمله، من إخلاصه، من إتقانه. لكن الطبيعي إنك أنت تستريح بعد التعب، لأنك لو ما ارتحت هتكوني مشدودة، هتبدأ تأثر على قراراتك، هتكون قراراتك كمان غير سوية، الإنتاجية عندك هتكون ضعيفة. فأنا ما أبغى أوصل للدرجة دي. في ناس أبدا أنا أعرفهم، يمكن معرفة شخصية، حتى في الإجازات جوالهم عمرهم ما يكفلوا أبدا. هذا أنا أيوة. لا. هنا إحنا إيش دوبنا كنا نتكلم قبل الحلقة يا سهى، إنه صراحة حاسة إنك أنت فعلا كمان محتاجة راحة. أيوة. تحتاج إنك أنت ترتاحي، تحتاج إنك أنت تفصل. يعني في بعض المهن القاسية كمان صراحة، يعني اللي هي ما هي قاسية لأنه مع أشخاص قاسين، هي قاسية لأنه المهنة طبيعتها تخليك أويك 24 ساعة، زي مهنة الإعلام صحيح. مثلا أيوة. يعني حتى لو قفلتي جوالك وابتعدتي من جوا ما تكوني مرتاحة، لأنه عارفة أنه في أمور معلقة مرتبطة فيكي، معلقة ناس آخرين بسببك. ما هو الحل أني أنا ما أخلي أمور معلقة، يعني خلاص أحاول أعطي كل من عمله أو اللي بعدي مين مثلا حيستلم هذا العمل، أعطي له هو بكامل مسؤوليتي، أخليها تماما وأعطي له هي، بحيث أنه أنا يعني أقدر أخذ هذا البريك اللي هو مثلا يومين إذا أنا كان عندي، يعني ما أخلي أمور معلقة. طالما أستاذ مصطفى رح يمسك منك العمل مثلا، خلاص هو حيمسكه بالكامل، مفترض إن هو ما يرجع لك تاني. وإنتي كمان من جانبك أنت المفترض تكوني أعطيتي له كل حاجة، ما تخليه يحتاج أصلا إن هو يرجع لك. إذن إتيكيت الراحة مهمة. أول شيء إن أنا أتخلص تماما من المسؤوليات وما أترك أي شيء معلق. صحيح. أوكي. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، علشان أنا يكون أقدر أواصل يومي، أسبوعي، شهري، عشان يكون في عندي إنتاجية متصاعدة، في الكلمة كلنا نعرفها اللي يقولك استراحة محارب، بيقول لك كده استراحة محارب، بيشبهوه بالمحارب، لأنه فعلا زي ما حضرتك تفضلتي إنه في مهن حقيقي فيها يعني مجهود جبار، مثلا زي الإعلام، زي الأطباء، زي ولا نقلل من أي مهنة أخرى طبعاً. لكن أنت في الحقيقة إذا أنت خليتي المكيف طيب شغال 24 ساعة، أو خليتي السيارة، السيارة مثلا حتمشي؟ لا، ما حتمشي. السيارة تحتاج بنزين. أي شيء آخر، التكييف، الحياة عبارة عن معركة، يعني أنت داخلة زي كأنك داخلة حرب. في الصباح عندك التزامات، في الظهر عندك التزامات، فالأمور هذه أنت بيدك إن شاء الله بترتيبك بنظامك. يمكن طول الحلقات السابقة، إحنا اليوم يعني الحمد لله وصلنا للحلقة 29، الحلقات السابقة كنا نقول التنظيم والوقت، وكيف أنا حرتب أفكاري وإيش أفكاري اللي أنا بكتبها، لأنه إحنا ما نبغى نوصل، يعني أقل شيء إن أنت تنامي 8 ساعات، إحنا ما نبغى نوصل لدرجة إنه يقول لك سبب حالات السكتات الدماغية، الناس اللي هذه تكون مكروفة فعلا وشغالة مرة كتير وما تنام أقل من 6 ساعات، بس 6 ساعات أو أقل،
من أسباب السكتة الدماغية. فلا أنا ليش يعني أوصل نفسي للضغوط هذه؟ لأنه النوم زي ما بنعرف أنه يرفع الضغوط. طيب في ناس تضغط نفسها بشكل آخر يعني. وهذا يمكن شيء من مفاهيم الراحة، أنه أنا أعتقد لأني أنا لي فترة طويلة أعمل ومجتهد وساعات عمل طويلة وأيامي بتروح كذا، فأول ما أجي للإجازة أقوم أقبل بكل قوة وانطلاق على الترفيه. يعني بدي أزور كل الناس، بدي أخرج مع كل الناس، فيصير كده أنت ما وقت في الإجازة هو فعليا مجهود مضاعف عمل عشان يرفع عن نفسه. هذا عمل من نوع أيوة. آخر. أيوة. شوفي إذا إحنا قسمنا، إذا مثلا إجازتك يعني في 5 أيام مثلا خلينا نقول، معليش أقسميها، خدي منها 3 أيام لكي ويومين فقط مثلا للناس وللترفيه لكن إذا أنت أخذتيها كلها للترفيه، الإجازة الفعلية اللي أنت تحتاجيها اللي هي الراحة اللي هي السكون اللي هي الهدوء، هدوء النفس، هذا أنت ما حتلاقيه. لأنه أنت كمان حتكوني مدوشة مع عالم، تبي تروحي على قولك تزوري، إذا خرجتوا ألعاب، رحتوا بر، رحتوا بحر، رحتوا كمان، هذا حياخد منك مجهود مضاعف جسدي وذهني وكل الأمور هذه. فأنت لازم تكوني أنت حاسة. أنا عارفة أنه البسطة حلوة، أيوة، وأنه إحنا نبغى ننبسط ونبغى نروح، لكن أنا أوصيكي أنك لازم يكون في عندك. أنا بقولك مثال كذا مضحك شوية دحين، السكينة أو المنشار مثلا اللي ينشر فيه الشجر لما يجوا ينشروا، أو السكينة حقة اللحمة اللي يجوا يقطعوا، دحين جاي العيد طبعا وحنقطع لحمة أشكال والوان بقطعها برمضان والله. فلما تيجي تسني السكينة، إذا أنت ما سنيتيها ترى ما رح تقطع اللحم. المنشار إذا أنت يعني يقعد يحاول ما رح حيديكي للنص وحيوقف. كمان إحنا نفس الشيء، إذا أنا ما أعطيت نفسي أنا هذا البريك علشان أنا أريح ذهني، طيب، أو إني أنا أهلكها بمهلكات ذهنية أخرى، أو إني أنا ريح في يدي، أنا أختار أنا إيش أبغى. طيب في ناس تختلف عندهم فرصة الراحة، يعني مثلا اليوم في ناس إجازتها جدا طويلة، في ناس إجازتها أقصر بكثير. في كل الأحوال سواء كان وقتي للراحة قصير أم طويل، كيف يعني إني أنا أستغل هذا الوقت اللي عندي المتاح عندي اللي في يدي عشان أنا فعلا فعلا أعمل ريفرش وأتجدد وانطلق وارتاح؟ أتوازن ما بين الاجتهاد وما بين الراحة. يعني أنا مثلا إذا كان في عندي إن لبدنك عليك حق، إذا أنا في عندي زيارات عائلية، وطبعا أكيد الآن جاينا موسم العيد وأكيد حنروح نزور وأكيد في عندنا واجبات وأكيد في عندنا حاجات، لكن كمان علشان أنا أكون منتجة حتى في ابتسامتي، طيب ممكن أنا أروح للناس وأنا شكلي كله نوم صح تعبان، طبعا هذا اسمه الغيبوبة الجماعية. ما يصير لسه حسألك عنها أيوه. فهذا اللي بيصير فينا إنه إحنا مرة لابسين ومرة مرتبين، لكن الحقيقة إحنا ميتين نوم، ميتين تعب، يعني يمكن هذه حالة كده تيجي للجميع، لكن ما تكون هي الأساسية فيها إني أنا على طول لابسة ومرتبة وخارجة ورايحة زايرة وأنا فعلا قلبي نايم. أيوة. يعني على قولهم يقولوا قلبي غاطس. أيوة. من النوم. أيوة. في ناس تعتقد أنه موضوع النوم الكثير هذا يعني يأخذوا موضوع الغيبوبة الجماعية هذا بضحك، برغم أنه أعتقد أثرها جدا قوي على الشخص. يعني حتى لو تلاحظي مثلا يمكن أسوأ الفترات اللي نعود فيها للعمل من بعد إجازة هي الأعياد، لأنه يكون فيها ضغط مضاعف على جسمنا، موضوع السهر والنوم الملخبط والمعرف أي ودي الأشياء. فكيف أن أنا يعني أوازن؟ أوكي بدي أسهر، بس مو المفروض أن أنا أوصل خليها لموضوع يعني خليها درجة 70 الغيبوبة 30. الجماعية خليها 70-30 70 لكل شيء، طيب 30 بس في المية خليها لنفسك. يعني قاعدة 70-30 هذه حلوة، 30% بس خليها لنفسك على الأقل، علشان تكوني أنت قادرة تكوني منتجة، قادرة كمان بعد الإجازة هذه اللي أنت أخذتيها اللي ريحتي فيها ذهنك، ريحتي فيها عقلك، ريحتي فيها دمك، ريحتي فيها قلبك، طيب الأمور هذه كلها لازم ترتاح، يصير كمان تقدري أنت ترجعي للعمل بعدها. صح، لازم قاعدة صح. 70-30 يلا. عجبتك انت حسيتك مرة انتسمتك. الراحة شيء مهم، وهذه إجازة كلنا نحظى فيها، ويعني من الفرص القليلة اللي يكون فيها كل القطاعات مأجزة، فالجميع يحتاجوا هذه الراحة ويتشاركوا مفهوم الراحة نفسه. فلذلك نحن حاولنا نسلط الضوء قدر الإمكان، لأنه كلكم في إجازة إن شاء الله تستمتعوا بها يا رب، وأنا حاول قدر الإمكان يعني زي ما قالت الدكتورة 70-30 حلو، عشان 30% نفسنا يوم من اليوم حتى في الأعياد، عشان أرجع عملي بعد كده
جيدة وأنا في طاقة جيدة وأتجدد فعلًا بدل إن أنا أهلك نفسي ما بين كنت في عمل وطلعت إجازة فعلك نفسي بالسهر ولا نحاول ما ننام أقل من 6 أيوة ساعات ثمانية ساعات والنشاطات طيب. وكذا نحن كده وصلنا لآخر حلقتنا. شكرًا لك دكتورة هيفاء عبد الرحمن بدريق المستشارة الأسرية والتربوية والمدربة في فن الإتيكيت. بكرة إن شاء الله نلتقي بحلقة جديدة. كنت معكم أنا سهى الوعل. مع السلامة.